خلافات بالبرلمان الهولندية بسبب المغرب. تسببت اتفاقيات المبرمة مع المغرب في نشوب خلافات بين وزير الخارجية الهولندي ووبكي ونواب برلمانيين بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. ورفض رئيس دبلوماسية الكشف عن تفاصيل خطة العمل الموقعة مع الرباط عام 2021 والمتعلقة بالهجرة والعدالة والتعاون الاقتصادية. وقال يوم أمس الخميس في ردي على البرلمانيين: لم أنكر قط وجود هذه الاتفاقية التي اتفقنا عليها دبلوماسيا. وطالبت نائبة كاتي المعروفة بتأييدها لحراك الريف وزير الخارجية بأن يعلن عن تفاصيل الاتفاقيات الموقعة مع الرباط، وزعمت أن الغرفة لها الحق في معرفة ما وعدت به الحكومة الهولندية مقابل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وأجاب رئيس دبلوماسيا قائلا: لن نعرض هذا النوع من الوثائق في النقاش العام. وطالب رئيس مجلس النواب مارتين ببعض انفتاح حول هذا الموضوع، وعبر نائب آخر عن قلقه من رفض وزير الخارجية تقديم تفاصيل خطة العمل مع المغرب للبرلمانيين. وعادت كاتي لتطلب من وزير الخارجية مشاركة الاتفاقات بشكل سري مع النواب، ورد هوكسترا بأنه سيناقش هذا الاحتمال أولا مع نظره المغربية، وهو ما أثار انزعاج البرلمانيين. يذكر أنه سبق لوزير الدولة للعدل والأمن المسؤول عن اللجوء والهجرة إيريك فاندير أن قال في أكتوبر أن العلاقات بين هولندا والمغرب قد تحسنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بما في ذلك قبول إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت المحاكم الهولندية طلباتهم. وأشار إلى إبرام اتفاقات مع المغرب في مواضيع مختلفة بما في ذلك الهجرة. وكان المغرب وهولندا قد قررا طي صفحة التوترات وبدء مرحلة جديدة في العلاقات بينهما، وذلك بعد الأزمة التي تسببت فيها الخلافات حول حراك الريف والتي بلغت أوجها سنة 2017 باستدعاء السفير الهولندي بالرباط من قبل الخارجية المغربية مارتين، واستدعاء السفير المغربي للتشاور في نفس العام. وأدى التحسن في العلاقات إلى دعم هولندا لمقترح حكم الداتي المغربي للصحراء في بيان مشترك صدر يوم 11 مايو بمراكش عقب محادثة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. إن مبادرة حكم الداتي التي قدمها المغرب في سنة 2007 مساهمة وجد ذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية. نشكركم على حسن المتابعة.